أربعة جنود إسرائيليين قتلوا بعد دهسهم بشحنة في منتزه بحي أرمون هانسيف الاستيطاني المطل على البلدة القديمة في القدس، كما أصيب 15 شخصا بجروح أحدهم في حالة سيئة. بنيامين نتنياهو انتقل إلى عين المكان مع وزير الدفاع ليبرمان. نحن هنا بعد هجوم إرهابي وحشي ومأساوي، حيث قتل أربعة جنود منهم ثلاث جنديات، ونحن نعرف هوية المهاجمين. حسب كل المؤشرات كان مؤيدا لتنظيم الدولة الإسلامية. حصرنا جبل المكبر، الحي الذي قدم منه. نتنياهو حاول أن يربط العملية بالهجومين اللذين وقعا في مدينتي نيس وبرلين، غير أن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية لم يتبنى أي عملية لحد الآن في الدولة العبرية. من جهته الإعلام الفلسطيني ذكر أن السائق فلسطيني واسمه فادي القنبر من القدس الشرقية، ويقول هذا الجندي أنه لا يدري إذا كانت طلقاته هي التي أصابت السائق. حركة حماس من جهتها ذكرت في بيان لها أنها تبارك عملية القدس التي وصفتها بالبطولية والشجاعة.